مسيرتي طبعا انطلقت من الخليل، من دور الخليل اتجاه جنين، تضامنا مع الأسرى المدربين عن الطعام والأسرى سجن جلبوع، وتعبيرا على انهم الأسرى اللي انا كمان بالطريق بزور عدد من الأسرى، الأسرى من جميع الفصائل، يعني تعبيرا انه احنا أسرانا ما في فرق فصائلي بيننا. طبعا انا بتحاوي على طريقتي الخاصه، والأسرى اللي انا بزورهم من أسرى حماس وأسرى الجهاد وأسرى فتح، اللي انا ما بفرق بين اي اسير واسير. هذه المشروع المسير فكرة جديدة لإبقاء قضية الأسرى على الساحة الفلسطينية بقوة. صحيح أننا راح نبذل من وقتنا ومن جهدنا، صحيا الوضع مش سهل، بس إن شاء الله أنه من وضع فكرة على طريقتنا الخاصة أنه هاي الأرض إحنا متجذرين فيها، وأن الأسرى راح يروحوا بإذن الله في القريب العاجل. زرنا ثلاث أسرى في إياد الحربات من المجد، و إياد المسالمي في بيت عوا، وبهاء الحروب في دير سامت، ومن خيمة اللي هي تضامن مع الأسرة في دورة انطلقت باتجاه الخليل، زرت خيمة الأسير مخداد القواسمي، والتقيت مع والدة الأسير كايد الفسفوس اللي هو مضرب أهله أكثر من 75 يوم عن الطعام.